الفل والجمال على كل متابعين شبكة قنوات صدى البلد، وخاصة صدى البلد 2 وبرنامج صحتك وبس مع دكتور سارة المهدي. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة عيد ميلادي، وعيد ميلاد أحلى بروديوسر في الدنيا مروة صديق. كل سنة وانتي طيبة، مش هتكلم. أحلى هدية جاتلي بجد السنة دي، ربنا يخليكي ليا. وفعلا الصداقة، الحب اللي بدون مقابل هو أفضل حاجة في الكون. دايما لما تلاقي حد بيديلك دعوة حلوة ويقول روح ربنا يحبب فيك خلقه، روح ربنا دايما يوقف لك ولاد الحلال، أحلى من روح ربنا يخليك أنت أعظم وأجمل وأجمد فلوس في الكون. دعوة الصحة والسعادة، وأن يكون فعلا الناس اللي حواليك اللي بتحبك المخلصة الأصدقاء. شكرا يا يسرى، جدا جدا أحلى أخت وصديقة. فعلا أنا 2023 ما طلعتش بيه إلا بناس قليلة جدا، ودي كانت أفضل نعمة ربنا ادهاني. شكرا لمروة، بجد المفاجأة الحلوة جدا، المفاجأة كانت قبل ما اطلع لكم بدقايق، بجد ربنا يخليكم ليا. الفايبس نفسها طبعا، والهدايا اللي مقدرة بفلوس برضو، الفايبس حلوة جدا. اسعدتموني وفرحتوني بجد من قلبي، ومرسي يا مروة، مرسي يا يسرى، ومرسي لكل حد شارك في اللحظة الحلوة دي. وطبعا بنشكر كل الشخصيات العظيمة أصحاب برج الجوزاء. كلنا عارفين أن ناس كتيرة مشهورة وأحلى فنانين وأحلى يعني قائد تاريخ، وناس ليها سي في عظيم جدا في جميع المجالات، كانوا من مواليد برج الجوزاء. ومع احترامي لكل الأبراج عشان أنا منكم النهاردة، عشان هي حلقة يوم مش عادي. العرض ده مش عشان عيد ميلادي أنا، ده عشان عيد ميلاد مرة. عرض خصم 60%، وشوفوا الكواليس، شوفوا الميكنج، وهما بيفاجئوني بالهدايا، واحنا بنقول فرج ومالي، فرحوا قالوا يلا احنا كمان كشركه هنهدي كل متابعين قنوات صدى البلد وصحتك وبس، وكمان متابعين صفحه وان دايت ودايت لايف، خصم 60%. لا غير الخصومات، الهدايا المعنويه، 3 منتجات تجميل هدية، أعراض فيتامين د، كريم شد الترهلات، وكمان مرطب البشرة. داخلين فصل الصيف، وداخلين بقى الشط والشمس والتان، أهم حاجة المرطب يكون معايا في الشنطة. يبقى العرض الحصري النهاردة، استغلوا بقى العروض بقى، واستغلوا الأوقات. بصوا اكتبوا كده في الكالندر، 7/6 مروة صديق، عيد ميلاد مروة، عيد ميلاد دكتور سارة، هيبقى فيه مفاجآت حلوة جدا، ولسه كمان عيد ميلاد الشركة، ولسه كمان عيد ميلاد المنتج. يعني مفاجآتنا ما بتخلص، وهدايانا وخصوماتنا وعروضنا ما بتخلص. النهاردة حلقة مميزة جدا، هتشوفوا الميكنج موجود على الصفحة صحتك وبس، وعلى صفحتي أنا الشخصية دكتورة سارة المهدي، عشان تشوفوا الفايبس الحلوة وتستمتعوا معانا بالأجواء الجميلة اللي كلها حب وكلها إحساس بالسعادة بجد. يعني نوادر اللي ربنا يرزقه بصديق وصاحب جدع ويكون هو سر سعادته، هي أفضل نعمة بجد لازم تشكر ربنا عليها. العرض 60%، وصلكوا 4 منتجات تخسيس، وصلكوا 3 منتجات تخسيس، كريم وكريم شد الترهلات هدية، وكمان البشرة مرطب البشرة هدية، وأقراص فيتامين د هدية. طب يا دكتور العرض ده مخصص لمين؟ لأي حد، اللي زايدة هي وصاحبتها، اللي عندها مامتها زايدة في الوزن وهما الاتنين عايزين ينزلوا في الوزن، عمي عمتي. والله ده أفضل تكلفة، ده أصلا سعر الكورس ما جاش سعر تكلفة الكورس، يعني الخصم أعلى من سعر تكلفة الكورس. طب نلحق نطلبه؟ نلحق نطلبه ونشير فيه. أو للناس اللي زايدة أكتر من 20 كيلو، فهو أفضل نتيجة اللي عايزين ينزلوا 20 كيلو في شهرين، و30 كيلو في 3 شهور، و40 كيلو في 4 شهور. مفاجآت كورسات وان سليم ما بتخلص. ليه كورسات وان سليم؟ ليه دايما بتكلم في حلم الرشاقة والتخسيس، ما بغيرش لأي منتج، بقول عن تجربة، بشوف ناس خست فعلا حقيقية، في ناس متابعة أنا معايا شخصيا نزلوا كيلوات كبيرة جدا. كان معانا ضيوف في الحلقات، كان معايا أستاذ عبد الله نزل 72 كيلو، كان معايا استاذ محمد اللي كان نجم حلقه الاسبوع اللي مرض السكر دايابيتك تيب 2 هو مشكله العصر. في اطفال عندها مرض السكر نتيجه السمنه، طفل طفل. دايما اختار وزاره الصحه بيدعمني وبيوثق كلامي ان المنتج حاصل على ترخيص وزاره الصحه، واختار هيئه وسلامه الغذاء انه امن على جميع الفئات العمريه، كبار السن، الاطفال من سن البلوغ، امن على جميع الامراض المزمنه. انا مريض ضغط، باخد برشامه الضغط، باخد قرص الضغط، امن تماما، ده بالعكس بيحسن من حالتك الصحيه والمرضيه. مريض سكر، ده بالعكس انت ممكن تتعالج من مرض السكر. ايه ثواني كده، هو مرض السكر ده مش مرض مزمن، واللي بيصاب بمرض السكر خلاص
في نوعين من مرض السكر، في دايابيتك تيب 1 وفي دايابيتك تيب 2 اللي هو النوع الثاني من مرض السكر. برشامة السكر اللي بتقلل السكر في الدم ممكن تستغنى عنها بمجرد نزولك في الوزن. قرار واحد بس منك انك تكلم رقم التليفون وتقول انا عايز عرض الحصر النهاردة خصم 60%، عايز 3 منتجات التخسيس والنهاردة 3 كمان هدايا وكمان مفاجاتنا ما بتخلص. طب يا دكتور ده انا مش زايد 20 كيلو، والله انا زايد 15 13 10 كيلو 6 كيلو بس، يبقى افضل عرض ليك هو كورس الشهرين، هيوصلك منتجين تخسيس وان سليم وان فيت وكمان هديتين اقراص فيتامين د الهديه وكريم شد الترهلات هديه وخصم 40%. طب يا دكتور لو انا حاسس ان انا زايد 5 6 كيلو بس عندي دهون موضعيه في منطقه اللي بتضايق اي حد، بنت ولد ست راجل، منطقه البطن منطقة الكرش، الستات بالأخص بعد الولادة بطن الولادة، التسدي عند الرجالة وعند الأطفال، منطقة اللغد، إيه ده؟ مش منطقة اللغد دي بيعملوا لها عملية جراحية؟ هل في كبسولة بتخفي المنطقة اللي فيها تجمع للدهون؟ الحلم اتحقق بتكنولوجيا الفارماسيوتيكال. كل يوم علم الأدوية وصناعة الأدوية في اكتشافات لمواد فعالة بالميكانيزم في أكشن بطريقة تكنولوجيا جديدة، حققوا المعادلة الصعبة وعملوا كبسولة بدون مجهود بدون ما عمل نظام غذائي. الكبسولة لها القدرة على سد الشهية أكتر من 8 ساعات، لها قدرة على إحساس الشبع لأطول عدد ساعات ممكنة في اليوم، زيادة سرعة الحرق. الناس اللي عندها خمول في الغدة الدرقية وعندهم نقص في فيتامين د بتزود من سرعة حرق الجسم، فبالتالي بننزل في الوزن في الشهر الواحد من 10 كيلو فيما فوق. كان معايا حالات كتيرة في حلقة امبارح وأول امبارح، مداخلات على الهواء، نزلوا 15 كيلو في شهر لأن دول أصحاب الأوزان العالية لأكتر من 100 كيلو. في ناس نزلت 6 كيلو في أسبوع وناس نزلت 3.5 كيلو في أسبوع، بتختلف من لايف ستايل، طريقة التحرك، هل أنا بعمل مجهود عضلي وبدني ولا لأ، سرعة حرقي، هل أنا عندي خمول في الغدة الدرقية فباخد الريبريسمنت هرمون، دكتور البطنة كاتب لي على الثايروكسين. لكن جميع تخصصات الدكاترة أو الأطباء البشريين بطنة دايما بينصح مريض الضغط لازم تنزل في الوزن بمساعدة كبسولة وان سليم. دكتور البطنة لدايابيتك تيب 2 لمرض السكر النوع الثاني، اول حاجة لا، انت لازم تقلل الدهون لان انت في عرضة ان البنكرياس يفقد وظائفه تماما وقدرته تماما لافراز الانسولين. دكتور العظام اول ما تدخله، ايه ده، لا ثواني، احنا لازم ننزل في الوزن عشان انت عندك الحمل بتاع الدهون وجسمك تقيل جدا على الغضاريف وعلى العمود الفقري وعلى عظمك، فبالتالي احنا ممكن نتعرض لتآكل غضاريف، هنضطر نعمل عمليات، ممكن نستبدل مفصل كامل نتيجة تآكل الغضاريف. دكاترة الجاينة والنساء، البنات والستات اللي بتعاني من التكيسات الدهنية على المبيض اللي بتأخر حلم الإنجاب وحلم الولادة نتيجة الدهون وزيادة الوزن، كل دول أجمعوا إن أأمن وأفضل طريقة للتخسيس وإنقاص الوزن كبسولة وان سليم المرخصة من وزارة الصحة. معايا مداخلة على الهواء، أستاذة إيمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ عاملة إيه؟ أستاذة رضا أنا آسفة، عاملة إيه؟ لا ولا يهمك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ كل سنة وانت طيبة، احنا خلاص داخلين على عيد الأضحى. كل عام وانتم بخير، وادعي عليكم بخير يا حبيبتي. وانت طيبة وسعيدة ومبسوطة، قولي لي يا حبيبتي. ايوه نعم، انا خسيت 7 كيلو في اسبوعين. الله هو اكبر، ده انت يعني من ابطال، ده انا لسه بقول لك قولي لي مشكلتي، يعني انت بطلة من ابطال كورس وان سليم. طب ومخبيه من اول مكالمة؟ ان شاء الله ما فيش مشاكل باذن الله. ما شاء الله عليكي. طب ممكن تقولي لي تجربتك ايه مع الكبسولة؟ حسيتي باي دوخة، اي مشاكل، اكتئاب؟ لا ما فيش اي حاجة، عادي طبيعي خالص. طيب الفريق الطبي مين اللي يعني كان بيتابعك؟ الدكتوره ندى، ودلوقتي بتابع مع الدكتوره فاطمه تقريبا. دكتوره ندى او دكتوره فاطمه مشوكي بقى على نظام غذائي وحرموكي من الاكل وقعدوا يضايقوكي؟ كلهم بيتصلوا بصراحه، الحقيقه كلهم بيتصلوا عليا كل يوم. ما شاء الله، لا شكرا للدكاتره وشكرا دكتوره ندى وفاطمه وعلى سرعه الاستجابه والرد. بيمشوكي بقى على انظمه الدايت مؤلمه ويقعدوا يقولوا لك مش هناكل النهارده؟ لا هم قالوا لي كل اللي انت عايزاه كله بس الكميات قليله. يعني الكبسوله اللي بتساعدك ولا انت اللي محافظه؟ ما انا بشرب باخد الكبسوله بشرب وراها ميه كتير، فمش بقدر اكل بقى حاجه بسيطه. يعني الكبسوله بتسد الشهيه تمام. انت كده تقريبا نازله 3.5 كيلو في اسبوع، يعني 7 كيلو في اسبوعين. عايزه تنزلي كام كيلو؟ ان شاء الله 37 كيلو. الله هو اكبر، ان شاء الله ننزلهم. انت طلبتي العرض؟ طلبتي العرض؟ طلبت من، اخدت وضع كورس بس ناقص لي الكريم، وانا بطلب منك يا دكتوره ثلاث خلوهم يبعتوه. ده انا عينيا ليكي، انت عارفه انت مكلماني في يوم مميز، ده انا لو ابعتولك انا شخصيا هبعتهولك. الله يخليك يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي.
تبعتي لي الكريم عشان هو دي غلط وما ادانيش الكريم بتاعي. عينيا، كريم شد الترهلات ولا عايزه كريم البشره؟ لا كريم شد الترهلات. عينيا بس كده. ده بصوا سامعين الفريق الطبي، لو سمحت اتاخرتوا بارسال كريم شد الترهلات حالا حالا، هيبعتوا الفريق الطبي وهيوصلك النهارده ان شاء الله. عايزه منك رساله حلوه بقى للناس اللي عايزه تخس. والله يعني حاجه حلوه، يعني اقول لك نعمه من عند ربنا. فعلا فعلا احلى من قصر الوزن والصحه طبعا. شكرا ليكي يا حبيبتي، ربنا يديمه دايما عليك يا صحتك كده، وتبقي منوره بيتك ووسط اولادك ودايما مبسوطه وسعيده يا رب. شكرا على المداخله الجميله دي. استاذه رضا كانت معانا في مداخله قالت انا نزلت 7 كيلو في اسبوعين، قوى قلبي ان المنتج مرخص من وزاره الصحه، قوى قلبي ان انا شفت ناس جربت وحالات خست كانوا ضيوف معايا، مصداقيه بنقدر نسبتها قليله جدا. يعني اجيب صوره قبل وبعد؟ لا معلش، دول ممكن يكونوا صور متفبركه. حالات قبل وبعد حيه ترزق كانوا ضيوف. استاذ محمد الاسبوع اللي فات نزل بيه 37 كيلو في 3 شهور، كان ضيف الاسبوع اللي فات، نقل قصة كفاحه وتجربته مع المنتج. قال والله أنا حياتي كانت متغيرة، أنا كنت في سن 40 بس حاسس إن أنا كنت في سن 60 أو سن 70، كان عندي مشاكل صحية كتيرة وتنمر المجتمع كان أكتر مشكلة، لأن هو في محافظة المحلة، فدايما بيقول لي إحنا لما بنشوف بعض مثلا حد لابس مش حلو نقول له إيه ده يا عم أنت تخنت قوي. قال لي إن مراته فأخدت بالها وقالت له أنت زدت. ومعانا صورة أستاذ محمد. استاذ محمد صورته معانا قبل وبعد، اللي ما شافش الحلقه دي او الفقره دي سهل جدا تدخل على صفحه الفيسبوك، صفحه البرنامج صحتك وبس، وشوفوا الفقره، مقطعين الفقره لوحدها، شوفوا استاذ محمد كان بيتكلم ازاي عن كابوس السمنه، كان بيتكلم عن مرض، قال فعلا السمنه مرض، انا كنت حاسس ان هي معجزاني كتير، انا واحد كنت بنام الساعه 6 7 يقول لي والشباب بيبقوا قاعدين على القهوه وبعد ما بيخلصوا الشغل تعالى عارف اللي هو ايه؟ القعده اللي هي كلها فايبس كده اللي بيتقابلوا بيها قبل ما يروحوا يناموا، يقول ما كنتش بقدر، انا كنت باكل وبنام، ما ببقاش شايف قدامي، بصحى الصبح بروح الشغل مش قادر. كان مشكله التنمر لما يقول لواحد تعالى معايا على الموتوسيكل واحنا مروحين يقول له يا عم ده الموتوسيكل ايه مقضيك بالعافيه. قال كلام جارح بيوجع. يعني دي رساله برضو للناس المتنمره، يعني كفايه عليه اللي هو فيه، لكن ان احنا كمان نزود همه همين ونبقى بنتنمر وبنعايره بالعيب اللي عنده، كلنا عندنا عيوب وكلنا مش كاملين وناقصين الكمال لله وحده، فان احنا بقى نضغط. عارف لما يكون حد مثلا عيان وعنده جرح كده فاروح حاطط صباعي ايه ده بيوجعك؟ اه بيوجعه طبيعي. التنمر عند الاطفال، السمنه عند الاطفال، عشان كده المستحضر اللي هو منتج كبسولات وان سليم مرخصه من وزاره الصحه انه امن على الاطفال، عشان مشكله التنمر، مشكله التنمر اول ذا تايم على طفل المليان او الطفل اللي بنقول عنده زياده في الوزن او مريض السمنه، تلاقي التنمر من المجتمع للاسف اللي هو بنقول عليهم رب البيت واللي هو المدرس، تلاقي بعض المدرسين متنمرين. ليه؟ ارحموه. يعني هو كفاية عليه ان هو مش قادر يعيش سنه ووقته. ومعانا مداخلة. الو الو جنى، ازيك يا جميلة عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. طيبة دلوقتي انا خارجة من رمضان والعيد وكده، فوزني زايد جدا. زايدة قد ايه؟ يعني مثلا دلوقتي 95 كيلو. 95. طب وطولك كام؟ طولي 155. 105 هنقول 40 كيلو. يعني انزل 40 كيلو. طلعتهم في رمضان بس والعيد، ولا انت كنت زايده قبل كده وكملتي في رمضان والعيد؟ بالظبط. ايوه. وانت زايده، انت عايزه تنزليهم بقى في قد ايه؟ يعني شهرين ثلاثه بالكثير. ايوه بصي احنا نفضل نزيد سنين ونيجي نقول لو سمحت العصايه السحريه بقى عايزين نخس بسرعه. عندك مناسبه قريب؟ عندي مناسبة يعني لسه على شهر 9 كده. لا طب ما احنا هنلحق ان شاء الله. هنلحق. طب بصي يا جنى، النهاردة عاملين عرض حصري. انت عارفة انا عيد ميلادي النهاردة؟ وعيد ميلاد البروديوسر مروة. كل سنة وانت طيبة. فاحنا جايبين هدايا، عارفين بقى جايبين خصومات وهدايا. وانت طيبة يا روحي، كورس الثلاث شهور خصم 60%، والهدايا ثلاث منتجات للعناية بالبشرة. المرطب البشرة، كريم شد الترهلات، وأقراص فيتامين د. أعتقد يعني إحنا النهاردة شبرقة بقى، يعني مفيش خصومات كده. طبعًا اختار وزارة الصحة حالًا. بصي هينزل دلوقتي حالًا على الشاشة يا جنى، تأكدي من الاسم أهو.
معروض دلوقتي معايا على الشاشة. اسم المنتج كبسولات وان سليم، رقم التسجيل او الترخيص، اختار هيئة وسلامة الغذاء وختم النسر وزارة الصحة ان المنتج بيقلل في الوزن، انه بالعلاج السمنة المفرطة، وكمان امن على جميع الفئات العمرية ومرضى الضغط والسكر واللي عندهم مشاكل لخبطة هرمونات، لانه عبارة عن مجموعة من المواد الفعالة الطبيعية. تاخديه وانت مطمنة. الو يا جانا. اي فندم. تاخديه وانت مطمنه يا جنى عشان ده يختار وزاره الصحه. اي حاجه مسجله من وزاره الصحه احنا خلاص بنقول امين. بس الحقي بقى عرض النهارده يا جنى، انت تطلبي عرض الثلاث شهور خصم 60% من خلال ارقام التليفونات او ابعتي رساله واتساب، واتفرجي على الفقرات اللي قبل كده، اتفرجي على المجربين، الناس اللي سبقوكي في خطوه في حلم انقاص الوزن اللي اخدوا كبسولات وان سليم بيقولوا ايه، وشوفي كمان الضيوف اللي كانوا معايا في الحلقه في برنامج صحتك وبس. يا رب ما تقلقيش، وهتبقي ضيفة معايا يا جنى، وانا متأكدة بعد شهر هتكوني ضيفة، وبعد شهرين هتكوني ضيفة، وان شاء الله تبتدي من النهاردة لحظة انقاص الوزن. يا رب يا دكتور ان شاء الله. ومرسي يا جنى على المداخلة الجميلة دي. جنى حالة لبنانيت كتير والستات كتير ورجالة، زي 40 كيلو، هي 95 كيلو وطولها 155 كيلو. طب يا دكتور ده انا زي ده 40 كيلو هعمل ايه؟ وعايزين بقى العصاية السحرية اللي هي ايه؟ يعني مش هتقدر اصلا عمليه جراحيه تنزلها في الوزن ده في شهرين، لان العمليات الجراحيه بيبقى ليها مشاكل بعدها، بنلبس الكرسي، زياده إديمة وتورمات في الجسم، بيحصل بقى دوخه كتير، وبنفضل متابعين نظام. يعني اي نتيجه عمليه جراحيه ما بنستناش النتيجه غير بعد سنه. طب يا دكتور ما فيش حاجه سحريه كده؟ يا سلام بقى لو الواحد يبلع كده كبسوله تفجر الدهون، تفجر الخلايا الدهنيه. يا سلام بقى لو الواحد كده يحس نفسه على شيء، على سيق كده شاورما وتلاقيك بتقطع من الدهون اللي زي، والله العظيم انا بسمع الكلام ده فعلا من ناس حقيقيه وفويس ريكوردات ورسائل اللي على الواتساب. يعني يا دكتور ما فيش حاجه كده سحريه؟ ما فيش مشروب كده ينزل يسيح الدهون؟ اتحققت المعادلة الصعبة، وأصبحت كبسولات وان سليم لها السبق في مصر والوطن العربي، إنها تكون مكونة من خليط ومزيج من المواد الفعالة الطبيعية 100% لإذابة الدهون، للتخلص وقت الخلايا الدهنية، لتقليل عدد الخلايا الدهنية، سد الشهية لأطول عدد ساعات ممكنة. وأفضل ناس كانوا هم الفولنتيرز أو المتطوعين اللي جربوا عليهم المنتج، اكتر ناس عندهم نهم اكل السكريات، الجوع العاطفي، اللي عندهم ادمان الحلويات وادمان المقليات وادمان البطاطس المقليه، كل دول كانوا بالنسبه لنا هو التحدي لكبسوله وان سليم انها تجيب نتيجه. ناس دي نزلت بال 30 كيلو في 3 شهور، نزلوا 40 كيلو في 4 شهور، 27 كيلو في شهرين ونص، اقل حاله نزلت 10 كيلو في شهر واحد. حالتنا وابطالنا فعلا حققوا الرقم القياسي والوزن المثالي، حققوا حلمهم من خلال كبسوله ساحره بتغير حياتنا 360 درجه. ليه بتقولي الكلام ده يا دكتور ساره؟ انت بتتكلمي عن المنتج كانك مثلا صاحبه المنتج. لا، اللي اداني القوه والشجاعة وقال لي والله الناس اللي زايدة في الوزن دي لازم تفيديها، أنا جربت أمشي ناس كتيرة على، مش هنقول نظام دايت، لكن حبيت أن أنا أمشيهم على طريقة أو لايف ستايل جديدة، الاعتدال في الكميات، الأكل الوسطية في حتة أن احنا ما نقعدش ناكل كميات كبيرة من كل حاجة، نقلل عدد الأيام اللي ناكل فيها سكريات. لكن الناس اللي عندها إدمان ونهم أكل السكريات والمقليات، مهما عملنا عندهم جوست، عندهم شبح بيصحى بالليل كل اخضر ويابس، يقول لي يا دكتور انا طول اليوم كويس جدا على اللي قلتيه، وما اكلتش غير الخضار والفاكهه بتاعتي، ما اكلتش غير البروتين، ومشيت تبعا للهرم الغذائي، لكن وانا نايم انا مراتي بتحلفني بالله ان انت قمت اكلت شوكولاتايه وجيت نمت. اللي تحلف له بالله والله العظيم انت واكل طبق رز وهو كمان مش حاسس. الناس اللي عندها الادمان ونهم الجوع واكل السكريات ما بيحسوش فعلا، هو شبح بيبقى جواهم بيقومهم بيحركهم، عندهم الجوع العاطفي. الناس اللي على طول في مود الاكتئاب تاكل، والنبي لو فرحنا بناكل، الشعب ملهوش كتالوج، احنا بنفرح ناكل وبنزعل ناكل. مشكله بقى اللي بيزعل وبياكل وبيفرح ياكل، فهو بياكل على طول، فهو ما عندوش تحكم خالص، ما عندوش غير مشكله اللي هي انا مش قادر ابطل اكل، مش قادر اقفل بقي. دي كلمات وجمل من على ألسنة الناس المصابة بزيادة الوزن ومرض السمنة المفرطة.
طب انت قلت لنا ان المنتج مرخص ومواد فعاله طبيعيه 100%، كبار السن امن عليهم والاطفال امن عليهم. طب يا دكتور عايزين نشوف حالات. طب عينك، وشفنا حالات قبل كده وشفنا ضيوف كانوا موجودين نزلوا 37 كيلو نزلوا 30 كيلو. طب ما تورينا صور كده حصريه اول مره تنزل لحالات لسه ما بعتلنا صورها من الفريق الطبي. تعالوا نشوف اول حاله. شايفين نزل قد ايه؟ 45 كيلو في 5 شهور اعتقد. يعني شوف واضح قوي ان الزياده موجوده في منطقه البطن ومنطقه الثدي والدراعات كمان. لا هو تقريبا يعني الله اكبر عليك بجد، انت نزلت بني ادم، يعني انت فقدت من وزنك وزن بني ادم. طب يا دكتور لو انا نفس الصوره دي استغل النهارده بالعروض الحصر اللي مش هتتكرر تاني، اطلب انهي عرض؟ هتطلب عرض 3 شهور خصم 60%، والهدايا 3 هدايا بدل هديتين. في اكتر من كده؟ 65%، 4 منتجات تخسيس وعليهم 3 منتجات هدية، اقراص فيتامين د وكمان كريم شد الترهلات وكريم البشرة للترطيب. ده عرض بقى ما بصوا الله اكبر، يعني استغلوا بقى، استغلوا العروض، لان خلي بالكم كميات محدوده وبنفضل نزعل. طب هنكلم ارقام التليفونات، نبعت رساله واتساب او من خلال صفحتنا على الفيسبوك صفحه وان دايت ودايت لايف. نشوف بقى التاني. الله بطله والله العظيم الله اكبر عليكي، 25 كيلو في شهرين ونص. جماعه نفسي تبعتوا الفويس ريكورد بتاع البنوته دي اللي معانا في الصوره، مش فاهمين بعتت فويس ريكورد والله كنت اعيط من كم الدعوات وفرحتها وانها مبسوطه ومش مصدقه نفسها. دي بتقول لي انا حاسه يا دكتور ان انا بجد هموت من كتر الفرحه. 25 كيلو في شهرين ونص. طيب برضو دي اخذت كورس ايه؟ اخذت كورس 3 شهور وحصري النهارده خصم 60% على 4 منتجات التخسيس في الكورس، وهيوصلكوا 3 منتجات هدية. كل شوية عمالة أغني العرض لأن فعلا وهمي وحصري ومش هيتكرر تاني. تصريح وزارة الصحة ليه؟ ده عشان عارفين اللي هي بتبقى آخر تكاية كده ليك وآخر دفعة وزقة ليك، انت مستني ايه؟ يلا كلم أرقام التليفونات. آخر بطل وبطأة برضو 40 كيلو. احنا النهاردة معانا المجربين اصحاب الوزن التقيل، عارفين اللي معدين ال 100 كيلو، 40 كيلو 4 شهور ونص. برضو هو هيرو الحلقه، بطل الحلقه النهارده، كورس خصم 60%، كورس 3 شهور هيوصلكم 4 منتجات تخسيس وعليها كمان اراز فيتامين د هديه، عليه كريم البشره مرطب هديه، وعليه كريم شد الترهلات هديه. خصم النهارده مش هيتكرر تاني. اخر نداء، الكميات محدوده، محدش يزعل مني. يا دكتور ده انت قلتي بقى عيد ميلاد ومش عيد ميلاد وما لحقناش الكميات. لا ما لحقتيش تتصلي او خلصتي الحلقه وبعدين اتكلمتي، لا وانت بتتفرجي عليا دلوقتي رساله بسيطه جدا على الواتساب من خلال ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، او تقدري تبعتي لنا صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. انت منها بتعملي براوزنج وبتتفرجي على الحالات وصورها اللي خست قبل وبعد، على المداخلات اللي كانت معايا، وكمان على الضيوف اللي كانوا معانا، الحالات اللي ماله تنقل لنا حكايتها وقصتها، خست قد ايه في وقت قد ايه. معروفين بان احنا دايما افضل النتائج في اسرع وقت بامن وافضل الطرق العلاجيه، لانه مرخص من وزاره الصحه واقل تكلفه. واجب انا كساره المهدي اني دايما اجيب لكم الخصومات والعروض. عارفين بتلك كل مره اقول للشركه ده النهارده كان عيد ميلاد مدير انتاج قناه صدى البلد استاذ محمود الشاري، احنا هنسكت؟ لا هنعمل عرض طبعا للمتابعين. النهارده عيد ميلاد مروه صديق، احنا هنسكت؟ لا طبعا هنعمل عرض. ده امبارح كان معايا استاذ محمد والناس عماله تتكلم في التليفون وتقول احنا عايزين عرض، احنا عايزين عرض. طب ما احنا لازم برضو نحيي الراجل كده ونحسسه ان هو كان منور معانا الحلقه وكان هو سبب لدعوات ناس كتير. ده بقى اللي رجع بيه، قال ان في ناس كتير عنده في البلد طلبت الكورس وقالوا له ربنا يبارك لك، مش كنت رحت من بدري البرنامج ده؟ احنا خدنا خصومات على حسك. تاني النهارده حصري خصم 60% على كورس 3 شهور، 3 منتجات هيوصلك 4 منتجات تخسيس، الثلاثه المعروفين اللي هو وان سليم وان فيت وان بيرفكت، لكن هيوصلك 4 عبوات عليهم 3 هدايا.
كريم شد الترهلات، كريم المرطب للبشرة، أقراص فيتامين د، لأن مهم جدا أنا أزود سرعة الحرق للناس اللي بتعاني من نقص فيتامين د. مشكلة كبيرة جدا فيتامين د ده بيأثر كمان في العظم وبيعمل لينا عظام لأن بيقلل امتصاص الكالسيوم. لو فيتامين د مش موجود فامتصاص الكالسيوم في العظم بيقل، فعشان كده بيبقى معرضة العظم للكسر للهشاشة، ودايما بيبقى المعرضين الكبار السن أو الستات المقبلة على سن اليأس أو المينوبوز. طب يا دكتور احنا طلبنا العرض والنهارده بيقولوا كميه محدوده، هناخد كورس الثلاث شهور ازاي؟ هيوصلكم منتجين وان سليم وان فيت. اول شهر هاخد قبل الفطار كبسوله وان سليم بنص ساعه واشرب 3 4 كوبايات ميه، بنشط المواد الفعاله انها تكون البالونه الجيلاتينيه الوهميه في المعده، فبالتالي بتديني احساس بالشبع، فبتقول للمخ شكرا مش عايزين ناكل تاني، فبالتالي بنفضل اطول عدد ساعات ممكنه ما باكلش، يبقى عندي سد شهيه طبيعي. طب يا دكتور انا دلوقتي خدت قبل الفطار وان سليم، طب قبل الغدا هناخد وان فيت بنص ساعة لمدة شهر، لكن الشهر التاني هناخد وان فيت قبل الفطار، والشهر التالت وان بيرفكت اول قبل الفطار. يجي بقى أستاذ محمد متسلل للفريق الطبي ويروح سرق لنا شوية حالات خست مع الفريق الطبي، مش راضين يفصحوا عنها عشان خايفين عليهم من الحسد لغاية ما يوصلوا للوزن المثالي، لكن بنقدر كل حلقة الحمد لله ان احنا نجيب حالات من خلال سكرين شوت واتساب عشان نشوف رأي العملاء ايه في المنتج ومع انهي دكتورة من الفريق الطبي. معايا اول ريفيو لدكتورة ملك. دكتورة ملك معاها حالة الله اكبر عليها. دكتورة ملك والله العظيم احنا ما بنحسدكوش، بس احنا بنحاول ان احنا نوصل تعبكم ومجهودكم لغاية الشاشة لغاية المشاهد. دكتورة ملك معاها حالة خست 15 كيلو في شهر. احنا دايما بنقول ان اقل حالة 10 كيلو في شهر، 15 كيلو. طب هي خدت انهي عرض؟ اخدت عرض الثلاث شهور، بس احنا اسفين ان عرض الثلاث شهور الحلقة دي حصري، بدل ما كنا بنعمل خصم 50% لا النهاردة حصري خصم 60%، وبدل الهديتين ثلاث هدايا، يعني اربع منتجات تخسيس وثلاث هدايا، كريم البشرة المرطب وكريم شد الترهلات وكمان اقراص فيتامين د الهدية، فاكتر من كده يعني هيوصلكم سبع منتجات. عايز اقول لكم ان سعر المنتج الواحد فيه هم بتمن كورس كامل. طيب خصم 60% يعني احنا يا دكتور نكلم ارقام التليفونات او نبعت رساله واتساب ونملي الاوردر؟ انتوا بس كلموا قولوا عايزين خصم 60%، اسمك والعنوان وشكرا، وهتتابعي مع الدكتوره اول ما المنتجات توصلك لحد باب البيت، لان الشحن كمان والمتابعه مجانيه، يعني من غير ما تدفعي كشف ولا تروحي استشارات ولا تنزلي ولا تروحي وتيجي، معاكي دكتور تغذيه علاجيه في البيت على الموبايل. تاني ريفيو دكتورة روان. دكتورة روان معاكي حالة خست 2.5 كيلو في 6 ايام، والواضح ان الحالة دي تقريبا زايدة اصلا عدد قليل من الكيلوات بتوصل للوزن المثالي. شكرا يا دكتورة روان على تعبك ومجهودك. تالت ريفيو من اراء العملاء مع الفريق الطبي دكتورة فاطمة خديجة. دكتورة خديجة معاها حالة نزلت 23 كيلو في شهرين. طب الناس اللي زايده زيها كانت 120 كيلو وبقت 97 كيلو، الناس اللي عندها زياده في الوزن ما بين ال 10 كيلو وال 20 كيلو، النهارده افضل كورس هتطلبه كورس الشهرين وخصم 40%، هيوصلك منتجين تخسيس وعليهم هديتين والشحن والمتابعه مجانا. شكرا يا دكتوره خديجه على الحاله الجميله دي اللي نزلت 25 كيلو، ده فوق المتوقع طبعا. اخر ريفيو معانا مع دكتوره جهاد بطلة كل الحلقات في الفريق الطبي، نزلت معاها 15 كيلو 25 كيلو في شهرين، برضو من الحالات اللي كانت زايدة في الوزن قوي كانت 110، دايما الحالات اللي فوق المية بتنزل بسرعة، بقت 85 كيلو. الحالات اللي فوق المية دايما بتبقى نتائجهم مبهرة في أول شهور لغاية ما بيوصلوا للوزن المثالي أو للرقم المثالي. طب يا دكتور احنا عايزين نشوف حالات وفقرات، ده أنا ملحقتش، ده أنا لسه بقى لي بالقناة دلوقتي لقيت برنامج صحتك وبسمع دكتور سارة المهدي، ملحقتش أتابع، أنا عايز أسمع الريفيوهات. تقدر تدخلوا على صفحة البرنامج، صفحة الفيسبوك صحتك وبس، هتشوف الريفيوهات. الناس بقى اللي بتطلب الخلطات الطبيعية والوصفات، اللي عايزين طول وكثافة للشعر، اللي عايزين علاج بوصفة طبيعية للقشرة، اللي عايزين علاج للبشرة لتفتيح البشرة، لعلاج البثور السوداء للهالات السوداء، لا يا دكتور ده انا عايزة مشروب حارق، داخلين على عيد الأضحى ويا سلام بقى على أكل الممبار والمحشي والفتة
حتى، وكل يوم بنتصارع على نعمل وصفات طبيعية، اللي تعمل بقى ايه كبدة بالسجق، واللي تعمل رز معرفش مين، واللي هنعمل اكلات. طبعا العيد الاضحى، عيد اللمة، عيد الاكل، عيد الابداعات في المطبخ وشيفات قنوات صدى البلد، لما تلاقيهم كده بيبدعوا بقى في الاكل. بس قبل كل ده واحنا في العيد، الناس اللي طلبت الكورس، الناس اللي نزلت على كورسات وان سليم، ما ننساش قبل الفطار ناخد الكبسوله، وسمي بالله ووعد كل اللي نفسك فيه بقى، الكش الفرشه والكرشه والممبار بقى والاكل المحمر والمشمر موجود معانا. دكتور ساره، اخر نداء لطياره العروض الله يخليكي، عشان ارقام التليفونات طول ما احنا بنكلم مشغوله. طب عايزه ابعت رساله واتساب اقول لهم انهي عرض النهارده حصري لكل من هو زايد 20 كيلو فما فوق، اللي عايز ينزل 25 كيلو بقى و30 و40 كيلو هنطلب العرض الحصري اللي مش هيتكرر تاني، خصم 60% على اربع منتجات تخسيس، والهدايا بدل هديتين تلات هدايا، كريم شد الترهلات، كريم البشرة، أقراص فيتامين د، يعني أربعة عليهم تلاتة وخصم 60%. حرق أسعار، حرق للدهون وتقليل عدد الخلايا الدهنية، لأن المنتجات مرخصة من وزارة الصحة، فلا جدال على نتيجة كبسولات وان سليم. وشفنا ده في صور الحالات، في صور الأبطال اللي خسوا النهاردة، كانت حلقة الوزن التقيل اللي نزلوا 40 كيلو في 4 شهور، نزلوا 50 كيلو في 4 شهور ونص، ونزلوا 30 كيلو في 3 شهور. طب يا دكتور، لو أنا زايدة ما بين 10 كيلو 20 كيلو، يعني اللي زايد 11 12 15 16 18 كيلو، افضل كورس ليك او انت عندك مناسبه قبلها بشهرين، يبقى افضل كورس ليك هو كورس الشهرين. خصم قد ايه يا دكتور؟ 40%، هيوصلك منتجين تخسيس وهديتين. عيد وعروض عيد الاضحى مش هتتكرر تاني. طب يا دكتور، انا زايد ما بين 5 كيلو 3 كيلو لغايه 10 كيلو، ليميت الزياده في الوزن ده، ليه طبعا كورس، وليه طبعا خصم، وليه كورس عندنا تخسيس. يبقى كورس الشهر الواحد للدهون العنيده الموضوعيه صعبه الحرق المتجمعه في منطقه واحده. ايه ده؟ يعني كبسوله حارقه لدهون موجوده في منطقه واحده بس، كبسوله حارقه موجوده، هل تقدر ان هي تروح كده للدهون الموجوده في منطقه البطن ونقلل منطقه البطن؟ ايوه، منطقه الكرش، وتفجر الدهون الموجوده في منطقه الكرش، هتعمل اذابه لدهون منطقه اللغد والثدي. ايوه، انا بسميه كورس الطوارئ اللي بيسرع من عمليه الحرق وانقاص الوزن، بسميه الكورس الكيرفي، الريشيب، النحت. ده نحت للجسم، لان الكبسوله هادفة للمنطقة اللي فيها تجمع كبير للخلايا الدهنية، بتخلصني من عدد الخلايا الدهنية، وبتقلل حجم الخلايا الدهنية الموجودة، وبتقلل، ودي أهم حاجة. يعني بتيجي دايما بتقولك عدد الخلايا الدهنية، هل يا دكتور مع سرعة الحرق بيبقى الاتنين بيبقوا ماشيين طردي؟ لا، ده أنا بزود سرعة الحرق، ده أنا بزود عدد ساعات الشبع، وبقلل وبسد الشهية، كل ده بكبسولة واحدة. أيوة، لأني في مواد فعالة، لو أنتوا كتبتوها ورايا ودخلتوا كتبتوا على جوجل كده إيه نتائج المواد الفعالة دي في إنقاص الوزن، الجارسينيا كامبوجيا، فيتامين A وC وE، بذور البسيليوم، السيليوم ماسك، الإلا كارنيتين، الكروميوم، فيتامين د A وC وE، وكمان قشور فاكهة المانجا. عايز أقول لكم إن في منتجات بتعتمد على مكون واحد بس في فعاليتها، تخيلوا كبسولة كل المواد الفعالة دي موجودة، وده بشهادة إخطار وزارة الصحة وهيئة وسلامة الغذاء. هطلع فاصل عشان نشوف الوصفة الطبيعية بتاعت النهاردة، داخلين على الممبار وعلى الدهون وعلى الطواجن وعلى الأكل الدسم، يبقى لازم معانا كده مشروب حارق يساعد معانا كبسولة وان سليم ننقص الوزن. هنطلع فاصل أعرف باقي كام عرض من الفريق الطبي، وارجع لكم مع الوصفة الطبيعية. ما تقلوش على أي قناة، خليكم ببرنامج صحتك وبس مع دكتور سلام مهدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. عمري ما بزعلكم، 150 عرض كان موجود على خصم 60%، هو يعني العرض اتحجز، ال 160 خلصوا. لو يا دكتور في ناس ويتنج وبيقولوا احنا اصلا بنتكلم اثناء الحلقه، فانتوا ازاي بتقولوا لنا ان العروض خلصت واحنا بنتكلم اثناء الحلقه؟ فقلت لهم طبيعي، برضو لازم نجري ناخد ابروفل سريع ان انا ازود العروض، ومش 150 عرض، انا ضاعفت الكميه 300
عرض على ال 150 عرض اللي اتحجزوا، يعني من دلوقتي لاخر الحلقه 300 عرض مقسمه على كورسات التخسيس. كورس الثلاث شهور وخصم 60% يوصلكوا اربع منتجات تخسيس، وان سليم واثنين وان فيت وان بيرفكت، وثلاث منتجات هديه، كريم المرطب للبشره، كريم شد الترهلات اقراص، فيتامين د هديه. طب يا دكتور، هل العرض النهارده كميته 300 فقط؟ احنا عروضنا ما بتخلص، تتابعونا كل يوم مش تعرفوا عرض كل يوم، ده بمناسبة عيد الميلاد وبمناسبة كمان عرض عيد الاضحى. طب يا دكتور، احنا دلوقتي عندنا مشكلة خطيرة، احنا مش زايدين اكتر من 20 كيلو، يعني انا هاخد العرض طب انا هسيب الكبسولات دي؟ انت ومامتك، انت وصاحبتك، انت وانا، انا اللي هقول للشعب المصري ازاي يستغل فرصة العروض. احنا بنسمع صوت العرض كده، اقول ايه العرض فين على حاجة انا مش عايزاها، انا بشتريها عشان العرض عليها، يعني انا حاجة مش محتاجاها بس انا كده هتنفعني في يوم من الايام بس عليها عرض حلو قوي. فالنهاردة فعلا اليوم اللي بيقول عليه ده العرض حلو قوي، خصم 60% على كورس الثلاث شهور لكل من هو زايد من 20 كيلو فيما فوق. مفيش بيت مصري ما بيخلاش من حالة عندها زيادة في الوزن وسمنة مفرطة. العرض ده بنسميه عرض المكثف، الكومبو، العرض الحارق واللي بيخلص الدهون في وقت قصير جدا، افضل النتائج في اسرع وقت، امن وافضل الطرق العلاجيه لانه مرخص من وزاره الصحه وحصل على اختار هيئه وسلامه الغذاء، والاختار معانا دايما بيكون موجود على الشاشه عشان المصداقيه وعشان تتاكدوا من اسم المنتج، تاكدوا من غرض الاستخدام، وتاكدوا ان هو مواد فعاله طبيعيه 100% امن على جميع المرضى الامراض المزمنه، امن كمان على جميع الفئات العمريه وسن البلوغ، وآمن على الأطفال، مواد فعالة طبيعية 100% كأنك بتاكل شوية فاكهة على خضار، بس أعشاب وخضار وفاكهة مش هنقدر نصنعها ونزرعها في البيت. طب يا دكتور، كورس الشهرين اللي زايد 12 كيلو ده هل هيمشي على كورس 3 شهور؟ لا، ليك عرض، ليك كورس مخصوص، كورس الشهرين وخصم 40%، هيوصلك منتجين تخسيس وعليهم هديتين، كريم شد الترهلات هدية، ممكن تستبدله بكريم البشرة وكمان أقراص فيتامين د. طب يا دكتور، لا والله بصي أنا فرحي كمان 3 أسابيع ده، انا بصي انا بظبط اخر بقى، عارفه اللي هو اخر 5 6 كيلو بنقول عليها الدهون المعقده العنيده صعبه الحرق، جربت جلسات عملتها في اللي هم في العيادات التغذيه والعلاج الطبيعي، جربت يا دكتور والله اعمل لف تنحيفي، بس جربت امشي على انظمه دايت قاسيه، طب بتجيب نتيجه عكسيه، بالعكس تزيد في الوزن مش هتقل، لاني كنت اتكلمت في حلقه قبل كده ان انظمه الدايت القاسيه ما هي الا انها هتنزلك اول 5 6 كيلو وبعد كده هتثبت في الوزن، واول ما تفك الدايت هتزيد في الوزن اكتر من انت كنت زايد في الوزن. دكتور انا شفت خصم الشهر 30% والشحن والمتابعه مجانا، بس انا عندي مشكله كده صحيه، عايزه احكي قصتي، عايزه اقول انا زايده كام في الوزن، عايزه اقول ايه هو افضل الطرق العلاجيه ليا او الكورسات التخسيس ليا، ارقام التليفونات، رساله واتساب او من خلال موقعنا على السوشيال ميديا، على صفحتنا على الفيسبوك وان دايت دايت لايف، او صفحه البرنامج صحتك وبس. عايزين نحجز عرض، نتكلم نحجز عرض من الصفحه او ارقام التليفونات. عايزين نسال استشاره طبيه، الاستشارات الطبية دكتور فور فري حتى لو على مواقع التواصل الاجتماعي مجانا، الشحن والمتابعة مجانا. النهاردة يوم الخصومات والعروض، داخلين على عيد الأضحى، الممبار، الكرشة، الكبدة اللي متشوحة في حتة كده دهن، طاجن السجق بقى يا دكتور، وسلام بقى بالسمنة البلدي بال. طب يا دكتور احنا عايزين حاجه تتحكم في شهيتنا، كبسوله وان سليم طلبناها ووصلت الحمد لله، طب عايزين الدبل افكت، عايزين حاجه لان دايما بنعاني منها كلنا في عيد الاضحى، مش قادر، قولون هيموتني، عندي غازات شديده جدا، عايز حاجه تزود الحرق، تزود الهضم. الناس اللي عندها اصلا الكرونيك كونستيبيشن او عندها امساك مزمن عندها مشكله خطيره جدا في عيد الاضحى، هم فعلا بيقعدوا 3 4 ايام ما بيدخلوش التويليت خالص، فدي مشكله خطيره، فطبعا احساس بالديسكومفورت واحساس بالتعب واحساس ان انا حاسس ان انا مش مظبوط، وطبعا ده بينعكس على احساس الصداع ومغص وكرامبات وكوليك. طب احنا عايزين يبقى بنستمتع باكل
لذيذ وبنستمتع باجواء عيد حلوه وكلها سعاده مش متضايقه. يا لهوي انا بطني وجعاني انا مش قادر، القولون العصبي شد عليا، انا مش قلت لك ما تزوديش الزبده، ما قلت لك ما تزوديش الدهون، انت كترتي. الناس بقى بتحب الليه، تطبخ بالليه بقى في العيد، يا نهار ابيض ده انا الثوم اللي موجود في الفته نفخني، ده انا حاسس اني بالونه. كلنا بعد الغداء والعشاء مش قادرين ماسكين بطننا. النهارده بقى قلنا نعمل وصفه طبيعيه، يعني هنعمل الوصفة دي مشروب لتهدئة القولون العصبي، لزيادة الهضم وزيادة حركة الأمعاء عشان نهضم بسرعة، لأصحاب مرض الكرونيك كونستيبيشن والإمساك المزمن، عشان نستمتع بعيد هادي بدون دهون بدون مشاكل في القولون، وكمان ما نحسش بالديسكومفورت أو الألم أثناء الهضم. هنجيب، بصوا أنا جايبة لكم بقى إيه، أنا حبيت أجيب لكم حاجة كده من النيش عشان داخلين على عيد، فلازم يبقى المشروب ده ايه على قد او على اكبر كم اكل، يعني انتوا هتاكلوا على حسب بقى الاكل اللي هتاكله. طب مقادير الوصفه ايه؟ جنزبيل باودر، اللي عنده الجنزبيل الفريش اللي هو يجيب الجنزبيليه كده زي البطاطس ويقطعها شرايح، طب توصل لدبل دبل اوف افكت عشان قشره الثمره موجوده. هنجيب القرفه، بيسموها سينامون بودر القرفه، اللي هيجيب اعواد القرفه الملفوفه دي، الله انا بحب الناس اللي بتجيب الحاجه كده ثمرتها نبتتها الشجره نفسها. كمون، كمون حلو جدا، الناس اللي سامعيني اصحاب الحصوات الدهنيه في المراره، لان دول ناس اكتر ناس بتجيلهم الام اثناء اكل الدهون، فانتوا داخلين على عيد فاحنا الاكل المسبك، فاكتر مشاكل اضطرابات للمراره بيبقى في الوقت ده. الكمون حلو جدا، طارد للغازات، ده احنا الطفل الصغير لما كان بيقولوا ايه ده الولد ده عنده كوليك او عنده شويه اضطرابات وعنده شويه غازات ومنتفخ بطنه، تلاقوا امهاتنا زمان بقى وجداتنا كانوا يجيبوا كده مشروب، تقول لها بص احنا نجيب شويه كراويه على شويه شرق ونغليهم مع شويه كمون، تلاقوا الولد الله اكبر ارتاح ودخل تويلت عادي. ونجيب شجره الشاي الاخضر، نجيب شاي اخضر عادي اسمه جرين تي خلاص، او اوراق شجر الاخضر، اوراق شجر الاخضر. يبقى احنا جبنا جنزبيل وجبنا قرفه واوراق الشجر الاخضر والكمون، طبعا دي ميه مغليه، احنا قلنا بقى مش هنقعد نغلي مع بعض على الهوا. هناخد من اللي هيعرف بقى يغلي كل المكونات دي مع بعض، تعملوا بقى ايه، تغلوا المية مع المكونات وبعد كده تصفوها. اوكي اللي عايز يعملها زي الشاي كده بيقولوا عليه زي الشاي الكشري، معلقة من كل حاجة من المكون وبعد كده احط عليه المية السخنة برضو اوكي. تعمل والنبي المشروب ده قبل ما تاكل، قبل ما تقعد على السفرة، وبعد كده اول ما تخلص اكل تروح طالب الكوباية دي عشان تدعيلي كده، افتكروني في العيد. الناس اللي خست بكورس وان سليم وقالوا لي الله يا دكتور احنا خسينا في الوزن قد ايه، والناس اللي دايما بتبعت لي على صفحة البرنامج وتقول لي والله احلى عروض، احنا بنحبك في وصفاتك الطبيعية وبتعملي لنا كل المشاكل اللي احنا عايزينها كوصفة طبيعية. سكاس العالم ده هنعمله احلى مشروب تاني للناس اللي بتعاني من القولون العصبي، اللي عندهم الحصوات الدهنية لأصحاب اضطرابات المرارة، اللي عندهم مشاكل في الهضم، أو إحنا عندنا البني آدم الطبيعي يبقى عنده مشاكل في الهضم نتيجة الدهون ونتيجة طريقة أو لايف ستايل في عيد الأضحى، الناس اللي عندها أو مرضى الإمساك المزمن اللي بنسميه الكرونيك كونستيبيشن، بيقعدوا بالأيام ما بيدخلوش يعملوا ستول، دي مشكلة كبيرة جداً. مع كبسولة وان سليم، لاني اكتر ناس خست بقى، الناس اللي بتتابع معايا انا شخصيا ومع الفريق الطبي، يا جماعه احنا داخلين على عيد الاضحى انا خايف اضيع اللي انا عملته، انا خايف ازيد في الوقت، طب ما عندكوش اي احتياطات نعملها؟ مع احتياطك الوحيد انك تحافظ على ميعاد اخذ الكبسوله من الساعه 8 ل 10 الصبح قبل الفطار بنص ساعه، تشرب 3 4 كوبايات ميه وتسمي الله، وكده كده الكبسوله هتبقى سده بقك وقافله سوسته. طب يا دكتور العروض الحصريه بمناسبه عيد الاضحى والعروض، عشان انت قلتي النهارده عيد ميلادك وعامله لنا مفاجآت ومكتره لنا الهدايا، قبل كل ده عايزه اقول لكم ان انا كان معايا نجم الاسابيع اللي فاتت او الاسبوع اللي فات، كان معايا بطل من ابطال كورس وان سليم، انا عايزه صورته.
خس 37 كيلو في 3 شهور. ايه ده؟ هو الراجل ده كان معاكي استاذ محمد، ده كان منورك هنا في البرنامج وكان قاعد معاكي هنا في الديكور وكان قاعد بيحكي قصته. ايوه، اللي ما شافش الفقره او الحلقه دي ادخلوا على صفحه الفيسبوك صحتك وبس وشوفوا استاذ محمد وهو كان معايا وبيحكي قصته وهو زايد في الوزن قد ايه، كان عنده مشاكل صحيه، عنده مشاكل تنمر ومشاكل نفسيه، وكان حاسس ان هو مش عايش. قال والله العظيم لما دقت حلاوه الصحه حسيت ان انا ما كنتش عايش، ده انا كنت ميت. الاحساس ده موجود عند ناس كتير زايده في الوزن دلوقتي لكن لسه ما دقتش طعم الصحه. 37 كيلو في 3 شهور حصل، والنهارده حصري على عرض الثلاث شهور، عرض الكومبو دبل افكت، النتيجة المضاعفة. عايزين ننزل 30 كيلو في 3 شهور، عرض الكومبو خصم 60% على 4 منتجات تخسيس و3 منتجات كريم شد الترهلات هدية، والبشرة هدية، المرطب وأراس فيتامين د هدية. يعني 7 منتجات، لو كل منتج شفنا سعره تقريبا مش هيجيب 8 ازازة الزيت انا جايبها. يا لهوي، للدرجات ان هو موفر، للدرجات ان هو في متناول اي حد، في متناول اي حد. عايز اقول لكم، اطفال بتتصل بينا بتقول انا عايزه كرسي التخسيس لماما. طب يا حبيبي انت عارف تمن كرسي التخسيس؟ اه، انا حوشت العيديه بتاعتي من العيد الصغير على كام، على المصروف، وقدرت ان انا اجيب لها المنتج. انا عايز ماما تخس لان ماما بتبقى متضايقه قوي بشكلها قدام المرايه، بسمعها بتقعد تقول اوف وتقعد تقلع وتغير وتلبس وتغير وتقعد تقول ايه، انا زهقت بقى، انا زدت في الوزن، انا كنت مش عارف مين. وطبعا هو كان لازم ياخد له زعيقه في النص لان هي هتطلع الغلب فين، فبنطلعه على اطفالنا في البيت. عرض الكومبو خصم 60% اخر نداء، كان قبل الفاصل معايا 150 عرض، الحمد لله اتحجزوا كلهم، لكن قدرت ان انا اجيب لكم ضعف الكميه، 300 عرض. انا بتخانق في الحلقات العاديه، مش هتخانق بقى في حلقه مميزه في يوم مميز وكمان في دخله عيد كبير بقى وكلنا عايزين نفرح وننبسط. نبتدي من النهارده نطلب عرض الكومبو خصم 60% على عرض الثلاث شهور، هيوصلكم 4 منتجات تخسيس و3 هدايا بدل هديتين، كريم شد الترهلات، اقراص، فيتامين د، مش بس كده، ده كمان عليه كريم المرطب للبشره. رايحين بقى للصيف والشمس، عايزين حاجات ترطب اللي بنقول عليها اللابيب السان كيسز اللي هي التهابات الشمس. بس معانا بقى حاله حلوه هتدينا طاقه ايجابيه النهارده، وتقول لي كل سنه وانت طيبه يا دكتوره ساره، واقول لك مفاجاتي خسيت قد ايه. شمس، الو. الو، السلام عليكم. سوما، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله الاول قولي لي خسيتي كام كيلو؟ انا اول اسبوع خسيت 5 كيلو، طبعا مع دكتوره ليلى. الله اكبر، مع دكتوره ليلى. يعني انت خسيتي اول اسبوع 5 كيلو، خسيتي دلوقتي كام كيلو؟ انا كده بقالي 25 يوم كده نزلت 10 كيلو. الله اكبر عليكي، يعني اول اسبوع نزلنا 5 كيلو وانت بقالك بس 10 ايام ولا 15 يوم؟ بقالي كده 25 يوم. 25 يوم. كان اسمه استاذ محمد، ده من المحله. أيوة، نزل اتفرجت عليه من 4 ايام. ايوه اتفرجت عليه. صح، نزل 37 كيلو في 3 شهور. ايوه انا بتابعك على طول، احلى متابعه ليا، تنوريني يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ده انت فوق راسي. الله يخليكي. مكمله قد ايه؟ انا ان شاء الله عايزه اوصل لل70. يعني مكمله شهرين كمان؟ انت خدتي عرض الثلاث شهور؟ لا انا خدت اول حاجه قلت اجرب هاخد كورس الشهر. اه طبعا، عارفه اللي هو نجرب. أيوه. في شهر كده نشوف الدنيا. أيوه، ايه؟ اجرب اشوف الدنيا عامله ايه. طب الحقي بقى عرض النهارده الثلاث شهور خصم 60%. ان شاء الله احنا طالبين عرض تاني بس لسه ما وصلناش، وعلى طول بنحجز. اول طالبه العرض ده لمين؟ واحده جاره اللي فيها، طلبتي 2 لجاره. انت اشتغلتي خبير تغذيه؟ أيوه. علاجيه؟ ايوه، كل يقول لي انت عملت ايه، اقول لهم كذا كذا، اقول لهم والله جدع، اقول لهم على ضمانتي. لا انت جدع ان انت يعني بتفيدي الناس. تعرف ان في ناس. أيوة. كتيره بتيجي تخس تقول لك لا والله مش انا عملت دايت الميه، عملت دايت الهواء. عارفه لا الناس لا. اللي هي ما بترضاش تفيد حد، دي ما بترضاش تعمل خير. ايوه والله جدع. لا بقول يعني انت طلبتي كورسين لاتنين. أيوة. جيرانك. كورس المكثف جبته الاسبوع اللي فات، والكورس التاني لسه هيوصلنا ان شاء الله. ما كان لسه متابعيننا الدكاتره النهارده، قلت لهم يومين كده وهناخده. مش انا النهارده عيد ميلادي؟ انا هبعت لك كورس هديه يا سوما على حسابي ليك انت. يا دكتوره. العفو عليا يا سوما، ربنا يخليكي ليا. شكرا على المداخله دي وعلى الطاقه يا حبيبتي الايجابيه اللي فيكي، وربنا طبعا يعني يتم عليك نعمه. الله يخليكي، تحس كده وتبقي باحلى شكل ورشاقه وجمال. شكرا يا سوما على المداخله القمر دي. شكرا يا سوما. سامعين الطاقه؟
سامعين الطاقة الإيجابية، حلاوة إن أنا أنزل في الوزن وإن أنا أكسب صحتي، لا وبقت مثال وقدوة. إيه ده أنت عملتي إيه؟ خدي طلبتي فين؟ طب اطلبي لي. عايزة أقول لكم مصداقية الناس كمان، اللي هو لما تيجي تديها رقم تليفون تقولي لها ده رقم دكتورة ندى فريق الطب، تقول لك لا 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 اطلبي لي أنت. يعني درجة المصداقية، لا أنا يعني هاخد المنتج منك أنت، لأني بتقول أخدوه على ضمانتي. طب النهاردة العروض الحصري إيه؟ خصم 60% على عرض التلات شهور، ويوصلكم 4 منتجات تخسيس وعليهم 3 منتجات هدية، يعني كورس عليه كورس هدية بخصم 60%، والشحن متابعة مجانا. أرقام التليفونات فقط اللي موجودة على الشاشة تقدروا تتصلوا بينا، لو الأرقام مشغولة ابعتوا لنا واتساب بنرد في أي وقت. وكمان مواقع التواصل الاجتماعي سواء صفحة وان دايت أو دايت لايف او صفحه البرنامج صحتك وبس. زي ما قلت لكم النهارده يوم مش عادي، عروضنا وخصوماتنا 60% و40% و30%، وكان عرض الكومبو النهارده هيرو بطل الحلقه اللي كان مقدم من شركه وان سليم ليا هديه بخصوص عيد الميلاد، وقالوا لي يا دكتور انت لازم تقولي للناس ان النهارده خصومات حصريه مش هتتكرر تاني، والهدايا كمان حصري، كان الكورس عليه كورس هديه. كانت احلى حلقه، أيامي كلها كانت معاكم جميلة، وأيامي كلها أعياد، ويا رب أيامكم كلها تكون خير وسعادة وأعياد، كل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية وكل الوطن العربي وكل المصريين بخير وبصحة وبسعادة. أشوفكم على خير بعد عيد الأضحى. عايزاكم ما تنسوش كورس وان سليم الكبسولة قبل المنبار. أشوفكم على خير في صحتك وبس مع دكتور سارة المهدي.